فجأة قام مسك ايد الراجل اللي قدام في الحصان وقنط على ظهر الحصان وافتكروا ان هو حصان بجد وقعد وبوظ الدنيا والله بجد والله حصلت والله حصلت. سلمى ايه تحت فين؟ لا طبعا على فكره ما اتفقناش على كده خالص. لا 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 يا سلمى. طب خلاص خلاص انا جاي. ثواني شباب وجاي لكم. ها طبعا لا بلاش خفه انت وهو يعني بلاش العب 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 ايوه بلاش انت والنبي تشطر على العريس يعني. انت مجنونه ولا حاجه؟ قلت لك عايز اسمع الاغنيه وانت قلت لي حاضر. ايوه حبيبتي الكلام ده لو كانت الاغنيه تبقى في الاستوديو مش في البيت. لازم اكون اول واحد تسمع الاغنيه ماليش دعوه. ايوه وانا كمان ماليش دعوه على فكره. عايزين اقول لماما ولا منير ايه يعني؟ هو يعني ماما ومنير ما يفتحوش البيت غير للرجاله بس ما بيطلعوش بنات؟ تعبيطه يا بنت ما بيطلعوش بنات دي. ما حدش في البيت يعرف ان انا وانت مرتبطين وكمان لو اتجرأت وقلت دلوقتي وحد فيهم عرف ان انت بنت حلمي عنان هخش بقى في حوارات ليه وازاي ومش هينفع وصلات وخصوصا من منيره فمش وقت والنبي. مامتك ممكن تكون بالصدفه شافت صوره حلمي عنان بس اكيد ما شافتش صوره بنته. بطلت تبقي صديقه قوي والنبي ويلا بقى اتكل على الله بعد اذنك. اتصرف يا يوسف. يعني ايه اتصرف يا يوسف؟ صعبه قوي يعني صعبه قوي. ايوه صعبه قوي يا سيدي. قول لهم اني واحده من الفرقه. ليه يعني الموضوع مستاهل تمثيل الدرجه دي؟ هخلص الاغنيه تبقي اسمعيها وعشان اشوف اوضتك. صراحه انا بستهبل. يا بنت ايه البجاحه دي؟ يلا بقى يلا 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 يا اختي. تعالي يا ستي. سلمى ماما زي حضرتك. ودي منيره اختي اللي قلت لك عنها. ايه ده؟ هو قالك عني؟ طبعا. تعالي يلا الشباب جوه كله. سلمى يا شباب ثواني وجاي. موني اعملنا بسرعه اي حاجه نشربها على ذوقك. الاول مين الاخت اللي دخلت دي؟ مين دي؟ ما انا قلت لك دي سلمى جايه تحضر معانا البروف عشان هتصور لنا الاغنيه اللي جايه. كده عادي؟ عايزه افهم يا سلمى دي ملهاش اب وام؟ ملهاش اهل يسالوا عليها؟ ايه يا موني؟ ايه اللي ملهاش اب وام؟ عيب اللي بتقولي دوت. وعلى فكره بقى هي ما قدرتش تطلع هنا غير لما عرفت ان انتوا الاثنين موجودين. لا يا راجل. والله. يلا بقى اعملي حاجه على ذوقك. كل حاجه يا ماما. كل حاجه يا ماما. ماما. عادي كده يا ماما؟ تدخل اوضته كده عادي؟ وانت ساكته له كده عادي؟ في ايه؟ اعملي لهم اي مشروب على ذوقك وبعدين اقعدي معاهم عشان قلبك يطمن. ما انا هقعد معاهم ماما. يعني اعمل لهم مشروب على ذوقي؟ طب وديني اللي اعمل لهم عصير الجرجير اللي بتضغطي عليا كل يوم اشربه. الظاهر ان انا الوحيده اللي بتهزق في البيت ده وبيتزعق لي. ماشي يا ماما. اول دخول قلنا
اي بوبي. انت فين دلوقتي يا سلمى؟ انا في المجال. انت في شقه ميدان الاسماعيليه مش في المجال يا سلمى. ايه ده، انا متراقبه بقى. نص ساعه وتبقي قدامي في البيت. بوبي شبكوني يا لالي يا سيدي يا لالي يا بابا يا لالي. التالتة جسمي دي الراجل. أنا غلطان إني قلت لها هات الفيسبوك بتاعك، كان لازم اسيبك تقعدي تهري وتنكتي كده وتدوري طول الاسبوع. نهار اسود، دي رانيا دي طلعت ألعن من نرمين. ده كل اللي حواليها رجال، هي ما بتعرفش غير رجاله؟ مفيش بنات في حياتها يا ستي؟ واحنا مالنا؟ احنا مالنا؟ انا بالنسبه لها واحد اجري وبس. وبعدين احمدي ربنا ان احنا بقى معانا اول قسط المدارس العيال السنه دي. متجوزه ولا متطلقه؟ أرملة. كمان؟ كمان إيه؟ هتفرق يعني متطلقة ولا أرملة؟ ما هي هي. لا بقى هتفرق، عشان أنا مش هبقى قاعدة هنا في البيت وأنت هناك بتخرج مع الست النفخة وشفطة وكل الحاجات في نفس الوقت. يا بنتي اعقلي بقى، اعقلي. أنا هبقى قاعد طول الوقت هناك مع اللوستة مولتو النقاش واللوستة شريف السباك والواد صابر بتاع البلاط. يا بنتي يا بنتي، الست دي أنا مش هشوفها غير مرة ولا مرتين في الشهر، علشان تيجي تنقي حاجة ولا أعرض عليها بلان ولا تيجي تختار لون. بس ساعتها هبقى اعمل اي حاجه واجيبك معايا عشان اوريها اني معايا اجمل وامز مزه في مصر. امان انا كده يا معلم؟ لو النبي. امان ثبتت انا بقى كده. ايوه اتثبتي وبمزاجك. ماشي مساء الخير يا بابي. جميل العدل الاخراني، بس واضح ان المجله بتاعتكم ما بقتش نجوم المجتمع وبس، دي بقت بتدعم المواهب الفنيه الشابه كمان. كان زميلي في الجامعه، قلت ساعده. هو يوسف كان ايه، وسيان معاكي؟ لا، يوسف كان تجاره القاهره، بس كان بيعمل حفلات عندنا في الجامعه. تجاره القاهره يبقى طبيعي شغال في مكتبها، بس اللي مش طبيعي ان التعدي سرقه ولا ايه؟ ومن امتى وانت مراقبني يا بابي؟ لما رفضت طارق المهندس النجح ابن شريك اللي متربي معاكي تقريبا واللي لا يمكن اي بنت عاقله ترفضه، سالتك ليه؟ قلت لي ما اعرفش، وانا بصراحه ما اقتنعتش، فكان طبيعي احاول اعرف الاجابه بنفسي، واديني عرفتها. ايوه يا بابي، انا بحب يوسف. ها وبعدين ايه المفروض يحصل دلوقتي؟ ما اعرفش، بس انت اكيد عارف ان في غلط في الموضوع ده، ولا كنت قلتيلي؟ هتأذيه؟ انا باذي اللي بيأذيني بس يا سلمى، بس اللي بيأذيني. بيت امك زناني ابن زنانه. شاكر برضو؟ هو طول عمر كده يقعد يزن ليل ونهار. طب ما ترد عليه. والله بروح المكتب بكلمه. الله، ما ترد عليه، يمكن عايزك في حاجه مهمه ولا في مصيبه ولا حاجه. صباح الخير يا سيدي. لا معلش، اصل انا باكل مش عارف ارد عليك. بقول لك ايه، نصايه كده ما اروح المكتب هبقى اكلمك. ماشي يا اخويا، بالسلامه 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 بالسلامه. هو جرى ايه يا حاج؟ جرى ايه؟ في ايه؟ بتقطم معاه في الكلام ليه؟ وامبارح دخلت عليك لقيتك موطي صوتك، حسيت بوجودي قمت داخل على التراس جوه. من امتى في حاجه بينك وبين شاكر درغام بتخبيها عليا؟ لا 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 لا، ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ شو في ايه؟ وبعدين يعني انا اخبي عليك انت؟ ده برضه كلام. هما انا سايبك راحوا له ولا لسه؟ نايم. راحوا له وعملوا التوكيلات كمان.
امال انا حاسه ان الحكايه هبطانه كده ليه؟ هبطانه ازاي يعني؟ هبطانه دي ملايين كتير قوي، يعني هليله ناس رايحه وناس جايه. لسه يا اختي الهليلات جايه قدام. ايه دي بس كل حاجه جايه قدام. اوعى يا حاج خالد يكون الشيطان هيوزك. ايه حيلك حيلك، انت مالك شتيتي البعيد كده ليه؟ الله انا بصراحه بخاف عليك، لا تفكر كده ولا كده يعني تاخد حاجه مش بتاعتك. انا برضو اعمل كده؟ وبعدين هعمل ايه يعني؟ ايه هاكل حق انا سايبي واقسم انا وشاكر؟ انا برضو اعمل كده. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. حقك عليا يا حاج، شكل الشيطان انا بقى اللي وزني. ممكن افهم ايه الريبورت ده؟ ماله حضرتك؟ انت شفتي الابديت عندنا على السيستم قبل ما تكتبيه؟ يبقى ما شفتيهوش. هو من امتى حضرتك الابديت بتاع السيستم بيبقى مختلف كتير عن اللي قبله يعني؟ لا مش دي الاجابه اللي انا مستنيها منك خالص. مدام سحر وحضرتك مستعصلاني ليه؟ افندم؟ طيب هسال حضرتك السؤال بطريقه تانية، يا ترى حضرتك شفتي الريبورت بتاع عمرو؟ يا ترى بقى عمرو مشي على الابديت الجديد بتاع السيستم في الريبورت بتاعه ولا لا؟ ولا عشان عمرو بقى من طرف مستر يونس فمحدش بيجي جنبه وانا الملطشه اللي رايح واللي جاي؟ داليا انت شكلك اتجننتي، خلي بالك على كلامك عشان كده مش كويس. اوكي مدام سحر انا اسفه، ان شاء الله المره الجايه هبقى اخلي بالي من الابديت الجديد. انا فعلا بعتذر، انا فعلا زودتها. داليا بعد كده تعملي كنترول في كلامك مع الناس علشان ما تخسريش.